حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بالعيد، وخلال تنشيطه تجمع شعبي بولاية ميلا، دعا إلى ضرورة الحفاظ على المال العام والعمل على بناء دولة المؤسسات. نريد أن نمشي إلى الأمام بجزائر قوية، ببناء مؤسسات حقيقية، نمشي إلى حقيقة دولة الحق والقانون. ما نكونش عندنا الفكر نتاع البايلك، وكأننا لما نختلس من الأبوال العمومية، لما ما ندفعوش الضرائب نتاعنا، وكأننا هذه البايلك هذه دولة أجنبية راهي حاكمة في الجزائر، وإحنا رانا ناخذ منها هذه الإمكانات. لابد أن نغير التفكير نتاعنا، أن كل سنتيم كل دينار هو ملك الجميع.